نيجي بقى للكلر. الكلر مش هيبقى معقد قوي، مش هيبقى معقد اصلا. ليه؟ لان اساسا احنا اشتغلنا الكلر جوه الديفيوز، تمام. فبصراحه هو ممكن اخد شويه لايرز من دي اعمل منها الكلر، تمام، وده اللي هعمله. طيب هو انا مش عارف هي كانت ماشيه كده، لقيتها مشيت كده. ففي الغالب المفروض يعني ان انا اخد دي احطها هنا. ايوه كده كده، الواحد كان حوالي، انا فاكر ان انا ماشي كده برضه، تمام. هاخد دي، هاخد دي. انا نفسي بصراحه نفسي اعمله في ارنولد حاجه شبه اللي في نيوك كده، دي لوحده كده. طيب يعني نيوك في ان انا ممكن مثلا يعني اقوم لامم دول كده جوه حاجه واقوم حاططهم جوه جروب، واقول مثلا ان دول اكتب على الجروب ده دول بتوع كذا، تمام. لو حد يعرف دي يا ريت يقول لي، يعني لو حد يعرف ان دي موجوده. انا حاولت ما عرفتش، حاولت حتى ان انا اقول له كونفرت تو اكس جروب، تمام، واخرج الاوتبوت، بس ما ظبطتش. فانا مش عارف هل دي موجوده وانا مش عارف، ولا هي مش موجوده اصلا. فيا ريت لو حد يعرف المعلومه دي، لو موجوده يا ريت يفيدنا، يعني لان الموضوع كده رخم قوي، تمام. فدي بالشكل ده كده، ودي خلاص بالمنظر ده كده. نروح بقى للكلر. في الكلر انا هحتاج دول، يعني هاخد الاثنين دول اللي هم دول، واقوم قايل له شيفت واقوم ساحب كنترول واقوم ساحب دول كده، تمام. مبدئيا الريفليكشن كلر هيبقى خليط بس بين الكلر ده وبين النود اللي انا ما خدتهاش، اللي هي بتاعت الاي ال الاي ال نويز، وبين الايمج اللي كانت في البيز، اللي هي يمكن ابرز واحده باينه فيهم، اللي هي دي، تمام، اللي هي افتكر اللي هي في لاير 1، تمام. ده لو انت حابب انك كده تعملها بالظبط يعني، فهتاخد دول. اما انا فعشان التفصيل بس فهناخد الاثنين دول. هروح كده واحط لاير كلر، واقوم مودي اللاير كلر ده هنا، واقوم واخد الميكس نود دي هنا كده لاير 1، واقوم واخد دي وراها على طول هنا، تمام، كلاير، تمام. نيجي هنا واودي كده، تمام. وفي البليند مود هخليها مالتبلاي، واخد الاوبس بتاعتها خفيفه بالمنظر ده كده، تمام. طيب خلينا نجرب دي في السبيكيولار كلر، وناخد دي نوديها. طبعا الالوان قافله قوي، ليه انا محتاج ان انا افتح الالوان اصلا؟ هنيجي هنا، تمام. اولا دي مش عارف سكرين، مش هتفرق في حاجه، دي هتفضل زي ما هي مالتي بلاي. اما اللي هيحصل ان انا هفتح الالوان دي، تمام، يعني انا هاجي على الكلر ده وهخليه فاتح، تمام، واجي على الكلر زي ده واخليه فاتح، بس يبقى دي ساتوريتد. نفس القصه في الاساسي بقى اللي هو ده، تمام. هاجي على المين و هخليه فاتح، واجي على ده و هخليه برضه فاتح بس رايح ناحيه الوايت، تمام، كويس قوي كده. خلي بالكم عشان الكلر ده فيه حاجه، تمام. ولو خدتوا بالكم هو هنا قفل دي، انا مش عايز الكلر فيها يبقى بالمنظر ده كده، يعني انا مش عايز الكلر يبقى بالشكل ده، يعني انا عايز احجز ده من ان هو يتلون. انا عايز ده يتلون، مش عايز ده يتلون. طب حلها ايه؟ ماسك. شفتوا ده؟ مش هو ده اللي ماسك الليله دي كلها؟ جميل. هناخد نفس ده برضو بس معكوس. ليه؟ لان انا عايز ال 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 ال
الدنيا دي تبقى بره بس هنا اسود مش عايزها، يبقى انا هاخد نفس ده كده. ده لو نفتكر ده كان عامل كده، انا عايز العكس، انا عايز ابيض هنا واسود هنا. سهله جدا لو احنا عملنا كنترول مع تاب وخدنا الكومبلمنت. كومبلمنت نود، كومبلمنت عامل زي الانفرت يعني. تمام، هنشيل، هناخد ده ونقوم حاطين هنا، هنقول له ده انبوت وعلى طول ده اوتبوت عشان تبقوا شايفين الدنيا بتاعتها عامله ازاي. فهو ده اللي انا محتاجه. تمام، فانا هاجي هنا في دي وهنحطها ل layer 1 alpha. تمام، لو رحنا كده وحتى شلنا layer 2 هشوف بس الدنيا هنا بقى عامله ازاي اصلا. ده كده مظبوط كده زي ما احنا شايفين، دي الكالر اهو. اما ده فما فيهوش، فاحنا خدنا ده كده هنلاقيه بالمنظر ده. واحد يقول لي طب ده مفيش لون اصلا، هو فعلا مفيش لون، مفيش لون لان طالما لاير 1 معمول لها الفا خلاص لازم يبقى في حاجه فوقها او تحتها. طب ما تيجوا نعكس. نعكس ازاي؟ احنا عايزين الكالر يبقى ابيض مظبوط كده. طب خليني احط، هغير بس الترتيب شويه. تمام، هاجي هنا وهخلي لاير 1 دي هخليها ابيض، ما بحبش تبقى ابيض قوي بس خليها ابيض خلاص. ده كده رجعنا تاني زي ما احنا. لاير 2 هي اللي هتبقى الميكس نود. تمام، لاير 2 هي اللي هتبقى الميكس نود. اما الكومبلمنت هتروح للاير 2 الفا. تمام، حاجة اتغيرت. لو رحنا هنا كده ورحنا للاير 2 هنلاقيها لايك كده، اللون اللي تحت ما تأثرش. تمام، انا ممكن كمان ان انا اخده كده مثلا شوية ما يبقاش ابيض ابيض يعني. تمام، بالمنظر ده اللير اللي فوق بقت هي الميكس. لير 3 انا هجرب احط يا سيدي، تعالى كده بس شوية. لاير 3 انا هجرب ان انا احطها، مش عارف هتدي شكل عامل ازاي، بس هجرب تبقى مالتي بلايد و سنه كده. والله افتكر كويسه، حتى هتفيد انها تعمل، انتوا عارفين زي الكالر سبيل يعني. شايفين هنا هي دي كام؟ دي 100%. شايفين هنا كده ابيض في سنه احمر سنه، ففادتني قوي في حاجه زي دي. طبعا انا اخد دي ورا شويه كده. تمام، ولاير 2 مود على فكره هتبقى عاديه، مش هتبقى مالتي بلاي ولا حاجه. فهتبقى بالمنظر اللي احنا شايفينه. تمام كده احنا حجزنا الكالر. في بقى نقطة كمان مهمة، أنا حابب إن أنا أخلي ده أفتح يعني كده سنة، وده يبقى تقريبا رايح للوايت بالظبط. جميل، السيل نويز نفس الموضوع. وهنا يبقى برضه تقريبا رايح ناحيه الوايت. تمام، كويس. جميل،
جميل كده، خلصنا كمان من ال من الكلر. فكرا خلصنا من الكلر. زي ما قلت لو انت عايز تزود شويه ممكن تحط نفس الدوتس والحاجات اللي فيها دوتس دي، ممكن تحطها بس هتبقى مالتي بلايد، وبرضه هتعمل لها نفس الماسك، نفس الماسك اللي هو ده، تمام، لان الماسك ده هيمشي معانا في كله. ممكن تسال على نفسك انك انت تعمل تبني الحاجه بتاعتك كلها هنا، وتاخد دي على لير كلر تانيه، يبقى لير 1 ابيض ولير 2 تبقى اللير دي، والماسك مره واحده يبقى ده لو انت مش حابب تكرر الماسك. يعني كذا طريقه بس في الاخر هي النتيجه واحده. طيب ده كده بالنسبه للكلر. مش عارف احط حاجه تانيه ولا لا، بس يعني انا شايف ان كده الدنيا كويسه. انا متهيألي ده لو بقى 3 هيبقى احلى. تمام، والاكسبوجر لو بقى 1.5 هيبقى اظرف، لان الايه لو انتوا خدتوا بالكم هتلاقوا في حاجات خضراء بدات تطلع، فده اللي كنت بتكلم عليه. لما الاكسبوجر بيزيد بلاقي الكلر بيتغير تماما يعني. طيب كده خلصنا من الكلر. اقول لكم حاجه، تعالوا ناخد اللي هي لاير 2. تمام، لاير 2 اللي هي الايمج دي، الايمج دي، فهحط رامب فلوت، والتاني تاني همشي وراها بس اللي هي الايمج دي، هتيجي هنا انبوت، ودي هتبقى لاير 4. مالتيبلايد برضو دي مش شرط اعمل لها ماسك على فكرة. مش شرط اعمل لها ماسك. هتبقى بمنظر تمام كده، ما عادش في حاجة تانية في الكلر الا حاجة واحدة بس، ان انا عايز الكلر من هنا، الكلر من هنا يبقى واخد الكلر اللي هو الاحمر ده ويطلع بعد كده على ابيض، زي هي زوق يعني ايه كده كده. اي حاجه انت بتبص لها لو بكاميرا بتلاقي اللون بيبقى قرب الايدجز بيبقى خلاص هو راح للابيض اللي هو اللي هي ال 90 درجه. اما طول ما انت باصص كده فانت بتشوف الحاجه بلونها. جميل، فده انا عايز اعمل له، عايز اعمل له محاكاه هنا كده. احنا متفقين ان الكلر عندنا هنا، تمام. يعني انا كل انا عايزه ان انا عايز ادمجه مع لون ابيض، او ان انا اعمل فولو بس مع لون ابيض. فدي بسيطه، انا لو انا رحت هنا وخدت ميكس نود، تمام، حطيت ميكس نود، جميل. الميكس نود دي انا عايز الانبوت الاولاني والتاني. طب الاول نحدد بس الاولاني والتاني هيبقوا فين عشان نعرف انهي لير، يعني اللير بتاعتنا فين. بس قبل ما نعرف اللون انا يهمني قوي الاول نعرف احنا هندمج بايه او احنا هنوزع بايه. الحاجه اللي تعمل لي الحركه دي على فكره اللي هي الفيسنج ريشيو. انا مش عايز اقول لكم ان الفيسنج ريشيو دي هتبقى ايدينا ورجلينا في المحاضرات اللي بعد الميتال بتاعت الكلوز كلها شغل فيسنج ريشيو. فهناخد الفيسنج ريشيو حطها كده، هي دي، تمام. هنا هيبقى اللي هو اكتر حاجه للكلر، وبعدين بره اللون الثاني اللي احنا عايزينه. طبعا انا عايز انا عايز لا مش العكس، هخليها زي ما هي كده، وعندي البايس، تمام، اللي هو ده تقدر تقول عليه زي الجريدينت.
اما الجين فالشاربنس اللي بين الابيض والاسود، يعني انت لو عملت كده كانك بتضيق النقط بتاع الجريدينت كده، انت بتوسع بتاعه الجريدينت. تمام؟ فانا الى حد ما عايز هنا شارب شويه او عايز ابيض، بس في نفس الوقت انا عايز الجريدينت ده يوسع شويه كده، اللي هو ال 90 درجه، كل ما انت رايح ناحيه الزاويه 90 يبقى ده ابيض. تمام؟ وده يمكن يعني نظبط ده بالمنظر ده كده. تمام؟ طب هنعمل ايه بقى؟ مبدئيا دي هتبقى الميكس مود، او الميكس اماونت. ميكس مود ايه ده؟ تمام؟ هنبقى دي ازرق مثلا ويبقى دي ابيض. خلاص؟ وناخد دي كده وناخد دي كده كميكس اماونت، وناخد دي كده ونشوف. يبقى انا كده عايز الشيدر بتاعي يبقى مكان الابيض، والابيض ده او الازرق ده يبقى ابيض. اذا الشيدر بتاعي ده كده هيبقى في انبوت 2، اما ده فهيبقى ابيض كده. الريفليكشن بتاعي بقى فيزيكالي اكيوريت، طول يبقى طول ما انت باصص للكاميرا انت شايف الكلر، لكن ساعه ما بتبدا تطلع لل 90 انجل او الانجل 90 بتبقى الدنيا لونها ابيض. هو نفس اللي انا عايزه في السبيكيولر كولر. لو خدنا ده كده هنلاقيها بالمنظر ده كده. تمام؟ معلش انا عارف ان هي فيها شويه كلام كتير. تمام؟ بس فعلا 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 احنا لو بنتكلم ان احنا عايزين نعمل حاجه مور فيزيكالي اكريت، يبقى هتبقى بالمنظر ده كده. اقدر ان انا هنا اتحكم فيها زي ما انا عايز. يعني ممكن اخد الجين اعليها شويه. تمام؟ نبص هنلاقيها كده خلاص. البايس اهو بتحكم كمان انا الكلر هيبقى فين كده. الجين بقت شارب قوي قوي قوي. طبعا انا مش عايز الشارب ده، او ممكن انا اعمل كده. و بس طبعا انا زي ما قلت انا عايز كل ما انت رايح ل 90، ودي مثلا تبقى كده. لو جيت عملت كده هنلاقي الكلر ما فيهوش ريد اورد الاطراف، لا، وما زلت انت محتفظ بالبقع والحاجات دي. كده خلصنا من الكلر. خلاص هنتكلم في المحاضرة اللي جاية، مع ان يعني يعني افتكر احنا عملنا تلت ساعة، بس هي كانت تلت ساعة فيها كلام كتير. فخلينا بقى في المحاضرة اللي جاية نتكلم على الرفنس، وبعد الروفنس هنبقى نهينا. اسف، بعد الروفنس لسه في الدست، ان احنا نعمل دست ونبقى نهينا المحاضره دي على خير. وهي فعلا محاضره تقيله. الكام ميتال اللي جايين بعدهم لو انت فهمت المعلومات دي صدقني هيبقوا يعني لعب عيال. اشوفكم في المحاضره اللي جايه ان شاء الله.